هرجع لحضرتك يا دكتور في هذه النقطة، لأنها نقطة هامة، وأصبح فعلا في ترادف خطير في الكثير من حتى وسائل الإعلام الغربية بين الجهاد والغربية. دكتور محمد، خليني أسألك، إذا ما هو الموقع الصحيح للجهاد في الإسلام؟ في البداية هقول لحضرتك ثلاث حاجات كده التنظيمات المتطرفة بتعملها علشان تحرك مفهوم الجهاد من مكانه الأصلي إلى مكان آخر. أول حاجة عندنا حاجة اسمها اختزال. يعني ايه؟ يعني مفهوم الجهاد الواسع اللي هو بالمناسبة ممكن يكون بذل مجهود، ممكن اللي احنا بنعمله دلوقتي يكون جهاد، الى اختزاله الى مفهوم القتال. بدأ اول حاجة عملوا ايه؟ اختزلوا المفهوم الواسع الكبير اللي هو اسمه الجهاد، اللي بيشمل القتال وبيشمل بذل المجهود زي ما الدكتور تفضل. باول حاجة الاختزال. تاني حاجة الاختلال. ايه اللي حصل؟ اختل المفهوم بقى. بقى الناس لما تسمع كلمة جهاد الصورة الذهنية تروح فين حضرتك؟ على طول السلاح على طول، لدرجة ان المصطلح نفسه بقى عند الغرب مصطلح سيء السمعة، مع انه مفهوم مقدس بالمناسبة. يعني احنا مش بنقول ما فيش جهاد في الاسلام، ده احنا عندنا اكتر من 300 مرة ذكر المصطلح. لكن لما يبقى مثلا القرآن بيقول فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن الكريم جهادا كبيرا، القرآن اسمه، يعني الناس بس واحد كده يعلم الناس القرآن ده اسمه جهادا كبيرا. يبقى اول حاجة اللي حصل اختزال المفهوم ان الجهاد هو ايه؟ هو القتال، هو مسك السلاح. المفهوم الثاني اختل بقى، اختل المفهوم في اذهان الناس، ما عادش الناس عارفه هو الجهاد ايه يا جماعه؟ الجهاد قتال ولا بذل مجهود ولا تصحيح مفاهيم ولا ايه؟ وبعد كده نصل الى مفهوم الاحتلال بقى، ان الجماعات المتطرفه بقت تحتل ان الجهاد هو عندها مسك السلاح. طيب لما نيجي ندرس الجهاد بندرسه فين حضرتك؟ في كتب الفقه. بندرسه في كتب الفقه مش في كتب العقيده. ومن ثم بقى عندنا فكره ان الجهاد اللي بيتركه يبقى كافر. فايه اللي حصل؟ جابوا كده، ده كتاب اسمه حقيقة الجهاد، احنا عملناه في المرصد بالمناسبة بنقول فيه كل الكلام. جابوا الجهاد كده من كتب الفقه ونقلوه الى حتة اسمها العقيدة، الكفر والإيمان. ايه الفرق حضرتك؟ الفرق ان احنا في الفقه ممكن نختلف رأي ورأي اخر، جائز ولا يجوز، ينفع وما ينفعش، لكن لما تنقل هنا بقى كفر وإيمان. عشان كده طلع كتاب اسمه الفريضة الغائبة في الثمانينات كده، 82 تقريبا او 80، اسمه الفريضة الغائبة. ايه يا جماعة الفريضة الغائبة دي؟ الصلاة مثلا، الجهاد. طب ما احنا عندنا مؤسسة بتقوم بواجب الجهاد. عارف حضرتك الجهاد عندنا احنا لما نتكلم كده وقلبنا مطمن، في مؤسسة في بلدنا مصر يجب عليها الجهاد فرض عين على كل فرد فيها. ايه هي؟ القوات المسلحة. هم دول واجبهم دستورا وقانونا، وكل الاعراف بتقول ان الجهاز ده او هذه المؤسسه ده دوره. وبناء عليه الجهاد مش متعطل، هو مش غائب. الفريضه غائبه منين؟ الفريضه مش غائبه. خلي بال حضرتك الكتاب ده طلع واحنا عندنا لسه كنا طالعين من حرب اكتوبر. صحيح. اللي احنا جايين عليها بالمناسبه بنقول ان دي الصوره الاكمل او المثلى للجهاد. ان احنا نحارب، نقاتل عشان ندافع عن انفسنا، ده المكان الحقيقي. وقاتلوا في سبيل الله من الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فالجهاد عندنا في الاسلام مفهومه حرب دفاعيه للحفاظ على المال والعرض والوطن والنفس وكل المقاصد العليا. بالظبط.